تشهد مدينة إسطنبول مظاهرة داعمة لغزة في هذه الأثناء، وللمزيد ينضم إلينا من هناك مراسلنا سامر لواء الأمانة. إذن سامر، حدثنا عن ما يجري حولك. نعم أميرة، الهتافات هنا تكبر بلفظ الجلالة العديد بل المئات الذين احتشدوا في ساحة جامع الفاتح دعما للقضية الفلسطينية، دعما لأهل غزة الذين مورست بحقهم أبشع أنواع الإبادة الجماعية. المشاركون هنا ينادون بالتكبير على العدو الذي اغتصب الأرض، الذي انتهك العرض، الذي اغتصب كل الحقوق الإنسانية بحق شعب غزة. نتحدث عن الشعب الفلسطيني الذي نكل به على مدى أعوام طويلة منذ عام 48. نتحدث عن الحصار الجائر الذي مرسى بحق أهل غزة منذ 17 عاما. هذه مطالبات كثيرة تتحدث عن وقف العدوان الإسرائيلي على أرض غزة، تتحدث عن فتح البوابات، فتح المعابر لإدخال الغذاء والدواء لأهل غزة، خصوصا نتحدث عن فاجعة ربما تصل إلى مجاعة إنسانية لم يشهدها التاريخ. هذه الأحداث التي تحدث في غزة تنبض لها الشوارع في تركيا، تنبض لها المؤسسات الإنسانية والأهلية التي تعيش هنا في تركيا. حقيقة يطالبون برحيل الاحتلال الذي جثم على أرض فلسطين، ينادون أيضا بأن القدس حق لكل المسلمين، ليس حكرا على الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تمعن في قتل الفلسطينيين. ينادون بمطالبة تقديمهم إلى محكمة الجنايات الدولية. كل هذه المطالبات وغيرها الكثير الكثير التي تنادي بحق الشعب الفلسطيني في الحياة، وبالتالي لا يمكن أن يسكت لا يمكن أن تسكت الضمائر الحرة في العالم عن المجازر التي ترتكبها إسرائيل جهارا نهارا. سامر لواء الأمانة مراسل ترت عربي، كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك سامر.